السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم في هذا الفيديو. كنتمنى ان شاء الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير. مملكه اسبانيا صدمت دوله الجنرالات والبوليزاريو من اللجنه الرابعه في الامم المتحده. دابا اسبانيا كتطالب باحصاء سكان تندوف القضيه اللي ما باغيش نديروها لا الجزائر ولا البوليزاريو. وغنشوفوا علاش. اكيد كلكم سمعتوا بيغاسوس، لكن القليل اللي سمع بريداتور واميسيس. علاش ما سمعتوش بهم؟ حيت فرنسا ما بغاتكمش تسمعوا بهم، وبغاتكم تسمعوا بيغاسوس اللي كيتهم مباشره المغرب كذبا، وخبات علينا بريداتور واميسيس اللي كيتهم فرنسا وكيحطها في موقف صعب جدا. اهلا بكم، ما تنساوش كالعاده عفاكم دعموا هذا الفيديو هذا بالاعجاب، كتابه التعليق والبارطاج. لنبداو باسبانيا قبل ما نهضروا على الفضيحه الفرنسيه، وغنقول لكم كيفاش ان المغرب والتجاره مع المغرب في قلب الموضوع القضيه، ما عندها حتى علاقه لا بالبرلمان الاوروبي ولا بافساد البرلمانيين الاوروبيين ولا بالتجسس على التليفون ديال ايمانويل ماكرون. خلينا نبداو باسبانيا، موضوع خطير. اسبانيا تطالب من الامم المتحده باحصاء سكان تندوف. اسبانيا من طلبات هذا الامر وسط اللجنه الرابعه، راه دارتها نيابه على الاتحاد الاوروبي. وهذه هي القضيه اللي ما خلاتش لا تبون ولا شنقريحه ولا بنبطوش ينعس. اسبانيا دارت نيابة عن الاتحاد الاوروبي. هذا كيزيد يأكد ان منين اسبانيا ولات كدعم الحل ديال الحكم الذاتي كالحل الوحيد، كنزيدو نتأكدو انه قرار دولة. انما هذا شي حاجة، هذا جديد خطير، هذا زلزال ضرب المرادية وضرب المخيمات عند فين كاين بنبطوش. شنو هي المشكلة؟ لا البلاد العسكر ولا بنبطوش كيتهربوا من مسألة إحصاء سكان المخيمات. راه شنو بغا يقصدوا بالإحصاء؟ الإحصاء ماشي غير شحال نتوما، واحد جوج ثلاثة أربعة، لا، الهويات نحددو شكون هو اللي بالفعل بوليساريو. الأصول طبعا هنايا المغربية للسكان المحتجزين، وزيد عليها الجنسيات الأخرى اللي مجموعة في مخيمات تندوف. لأن البوليساريو والنظام العسكر ملي تيطالب بالاستفتاء ديال تقرير المصير، راه ماشي كيقول لهم أجيو بعدا تعرفوا على الناس وحسبوهم وعرفوا الأصول، لا، أجيو ديروا استفتاء، صافي، أجيو عندنا ديروا استفتاء. لكن الامم المتحده كتقول لي ما ودي هادشي زمان، ما دابا مابقاتش هاد الهضره، الا غنديروا الاستفتاء راه خصنا نعرفوا الجنسيات شكون هما. قالوا لهم هما لا، هادي بعدا راه من الحوايج اللي خلات الامم المتحده ومجلس الامن يقول لك اودي هاد الناس هادو راه دايرين شي حاجه، كاينه شي حاجه وخطيره، وراه لعبوا في الارقام ولعبوا في التشكيله السكانيه. ومن بعد اكتشف العالم انهم جابوا الموريتانيين والماليين والساليغان والنيجيريين وبوركينا فاسو وحتى الكوبيين، حتى الكوبيين، وكنظن 100% غتكون تما حتى جنوب افريقيا. وبالمناسبة عندي بغيت نفتح واحد القوس وغنردو بالزربة، علاش بلاد العسكر والاعلام ديالهم انا كنرصدو يوميا، علاش ما هضروش على جنوب افريقيا وجاوبوها على فديك العماره اللي في جنوب افريقيا دارت الرايه بالليل ديال اسرائيل؟ علاش ما هضروش؟ كانوا يهضروا، لكن نتوما كاع اللي دار شي حاجه مع اسرائيل كتنوضوا كتحيدوا عليه. جنوب افريقيا يا مات نيلسون مانديلا كانت عندها مواقف مع الفلسطينيين وضد اسرائيل، مشى هذاك الزمن
هذاك الزمن ولا لن يعود. هما دابا جنوب افريقيا مع اسرائيل ضد الفلسطينيين. علاش ما تكلمش الاعلام الجزائر؟ علاش ما هضرش الاداره ديال تبون الوزاره ديالو؟ والو صم بكم. نرجعوا للموضوع ديالنا. فقلنا ان دابا اسبانيا تطالب بالاحصاءات، وقلنا انها تتحدث باسم الاتحاد الاوروبي. اذن دابا اسبانيا منين طالبات بهذه القضيه هذه في اللجنه الرابعه، ما معناها؟ واش هذا تقرير المصير؟ لا، هذا سدات مدام. علاش؟ حيت مجلس الامن عارف ان انزال الحكم الذاتي خاص المغاربه يرجعوا الى وطنهم ديالهم معروفه، خصو يجيبوهم. ومجلس الامن المتحده عارفين الوضعيه ديالهم الحقيقيه، انهم محتجزون وان دايرين قدامهم البارير. فقالوا خلينا بعدا نعرفوا شكون هو اللي مغربي واللي ماشي مغربي. كنهضر طبعا الناس اللي عايشين تما اللي مازالين في الحياه، الجيل ديال 75 وما قبل شي شويه، الناس اللي كبار في السن اللي مغاربه وخرجوا واللي ولدوا تما. خلينا نحددوا هاد الناس هادو، بغينا نعرفوا المغاربه. علاش؟ وهذه المساله اللي كيقفقف منها الجزائر وبنبطوش، انهم منين غادي يحددوا المغاربه من طبيعه الحال مع الاتصال والعمل مع الجهات المغربيه والامنيه والاداره الترابيه المغربيه اللي هي عارفه كل مغربي تما. ديك الساعه من طبيعه الحال الخطوه المقبله هي انزال الحكم الذاتي، حيت الحكم الذاتي مباشره مور ما غيدار طبعا محتجزون. شنو غير واش غيفضلوا المخيمات وسط الرمال على مدن على الداخلة على العيون مدن أخرى ما كاين مجمل منها؟ يمكن شيء. فمجلس الأمن من دابا كيوجد هذا الأمر، يعني هذا الحل هذا غيديرو أودي أجي نحصيو. وطبعا الأمم المتحدة غادا تصنت لإسبانيا وغادا تنفذ هذا الأمر، واحتمال يقد يكون مجلس الأمن والأمم المتحدة قالوا إسبانيا أنتي قولي. ما نساوش أنها كتهضر نيابة عن المجموعة الأوروبية، انتي قولوا انتي قولي، باش هما يقولوا اودي هذا راه طلب اوروبي خصنا نحسبكم. ما يمكنش ويلا رفضات البوليزاريو وبلاد العسكر الاحصاء، بطبيعه الحال الخطوه المقبله هي انزال وفرض الحكم الذاتي. ومن بعد المغرب راه عارف شكون هما الناس ديالو، ربما الامم المتحده ولا المينوسو ولا المكتب ديال المبعوث الخاص ديال الامين العام للامم المتحده دي ميستورا، راه هما غادي يفككوا المخيمات وغيجيبوا دوك المغاربه واحدا واحدا واحده واحده. ما تصوروش اخواني خوتي هذا الامر كيف زعزع الاركان ديال المراديه وزعزع الاركان ديال بومب الطوش. دابا سمعوا في الايام المقبله كيخرجوا كيغوتوا وغادا يرصدوا الاخوات ديالهم في الاعلام ديالهم وغنتابعوه، ومازال ان شاء الله غنهضروا على هذا الملف هذا حيت هذه شي حاجه كبيره وكبيره وبزاف. انا اتوقع انهم غادي يرفضوا حيت ما كايناش شي قوات دايره صح، هذاك ما يمكن صعيبه بزاف حيت خص تكون جريمه صعيبه بزاف ممكن دار جدا، لكن غير الرفض ديالهم كيزيد يبين انك رفضتي حيت دير شي غلط دير شي حاجه ماشي هي هذيك. علاش غيرفضوا؟ غيرفضوا خايفين ان الامم المتحده غادا تكتشف ان المخيمه جزء كبير منهم ماشي مغاربه. غتلقى كما قلنا الماليين السنغال الموريتانيين النيجيريين اكتشفوا هاد الاكذوبه، وهذا غش من طبيعه الحال وهذه جريمه. انك لعبتي في التركيبه السكانيه لعبتي فيها. علاش؟ باش الناس زعما اللي غيصوتوا للاستفتاء يكونوا كبر من الناس اللي غيصوتوا للحكم الذاتي اللي هما المغاربه المحتجزون. هذوك لو دار نفرض جدلا يدار تما تصويت، واش بغيتي تقرير مصير؟ بطبيعة الحال غيصوتوا لا. شكون هو اللي غيصوت نعم؟ هما هذوك اللي شاريين بالفلوس وكيوكلوهم ويشربوهم
اللي جايبهم من مالي، موريتانيا، سنغال كما قلنا، نيجيريا، من طبيعة الحال هادو ويعطيوهم ما يسمى بالجنسية البوليساروية، وطبعا خلصهم يقولوك اللي بغيتي، يقولك حنا من القمر كاع، تقولو من القمر، يقولو من القمر، عطيوهم غير الفلوس، أما المغاربة راهم مغاربة، هذا في الحقيقة حدث مهم جدا، ورانا معاه عودة مع التطورات ديالو بين الأمم المتحدة ومخيمات تندوف. لو دوزو انتقلوا موضوع مهم جدا الكثير منا ما سمعش به، اللي هو دابا اللي كاينه في فرنسا فضيحة بريداتور. عندنا واحد الائتلاف ديال الصحفيين، ديك المجموعة ديال الميديا باغ الفرنسية وديخ شبيغل تقريبا أهم وأكبر مجلة ألمانية، بحال ديك الخدمة اللي كانوا داروها فوربيدن ستوريز مع بيغاسوس، خلتو داك الائتلاف ديال الصحفيين فوربيدن ستوريز مع بيغاسوس، قالك حنا راه كذا فلان مشات فلان خسر قد التليفون ديالو فلان كذا فلان كذا، في الاخر ما كاين حتى شي حاجة. سمعنا بيغاسوس ياك البرمجية، برمجية التجسس الإسرائيلية اللي ماكرون كيتهم المغرب تيقول لك خسر خسر التليفون ديالو، هو عارف ما كاين حتى شي حاجه، وشرحنا شحال مره غير ضغط على المغرب. انما شنو هي دابا الفضيحه اللي انفجرات في وجه فرنسا وقدام ماكرون؟ هذه الفضيحه ديال ماكرون اللي هي بريداتور، بريداتور برمجيه ديال التجسس الفرنسيه. لا حتى فرنسا الدول هي كتقول عليها شموليه، ماشي يعني هي بحال مصر، فيتنام، مدغشقر ودول اخرى. لكن هنا شنو هي المصيبه؟ ان هذه البرمجيه فرنسيه باعتها شركه فرنسيه بموافقه الدوله الفرنسيه اللي دول هي مصنفها شموليه، وطبعا دول غادا كما كيقول الاعلام الفرنسي من الناس اللي غادا تجس عليهم الشعب الفرنسي كثر من هكا، تيقولك ان فيتنام تجسات على دول غربيه بهذه البرمجيه الفرنسيه. هناك اتهامات لفيتنام بالتجسس على الاداره الامريكيه عن طريق البرمجيه الفرنسيه بريداتور. زيد عليها كاينه برمجيه اخرى سميتها اميسيس، وزيد عليها ان ماكرون شخصيا هو كان كيلعب دور الشناق لهاد الشركات هادو، هو كان تيمشي اما كيسافر خارج فرنسا ولا ملي كيجي عنده رئيس دوله ولا وزير اجنبي كيقترح عليه يشري بريداتور ولا اميسيس. اميسيس برمجيه تاهيه ديال التجسس قويه جدا. المشكله الاخلاقيه هنا الكبيره ان اميسيس باع ماكرون للسعودية بعد فضيحة جمال خاشقجي، وشنا واحد اللقاء شهير ما بين ماكرون وجمال خاشقجي، وماكرون خدام كيقول ليه نو راك ما كتصنش ليا، كيقولها ليه بالانجليزية، تيقول راه يو نات ليسنين تو مي، وخلا زعما الكاميرا تسمعو الصحفيين اللي دايرين بيه، داير راسو كيهضر معاه بشوية، لكن تعمد يسمعهم باش يبين زعما انا راه عندي موقف من السعودية وهادشي اللي دار الخشخشي. من طبيعة الحال فيما بعد غيبان بأن بن سلمان هو ما عنده حتى علاقة بالموضوع، وأن العملية دارت باش تحرج بالضبط بن سلمان، تورطوا المخابرات ديالو، تورطوا مع جمال خشخشي الله يرحمه، ومات في يديهم باش هكا تحرج بن سلمان شخصيا. وهذا الشيء اللي طرا، وبزاف المخابرات الغربية كتبات على العالم، كتكرا عندنا التسجيلات الصوتية وعندنا الفيديوهات من القنصلية السعودية في تركيا اللي تما قضى فيها خاشقجي، في الاخر ما طلعت حتى شي حاجة. المهم ان فرنسا باعت اميسيس في العهد ديال ماكرون للسعودية بعد قضية خاشقجي، اذا ماكرون كانت كيضغط على بن سلمان باش يشري اميسيس. ربما عنده حتى بيغاسوس، لكن قال لي خصك تشري حتى اميسيس، وخدم عنده اميسيس.
زيد على حاجه اخرى، فهاد ساركوزي في 2011 غادي يبيعوا اميسيس وبرمجيات ديال التجسس اخرى ليبيا، ورغم ان هما فرنسا نصنف ليبيا على انها دوله ديكتاتوريه. شهور فيما بعد فرنسا هي غادا تكون دينامو والقلب ديال عمليه الاطاحه والتنكيل، وراك شتي كيفاش تعامل القذافي بالقذافي ونظامه. فرنسا هي طيحته ساركوزي شخصيا، وساعدته بطبيعه الحال دوله قطر. علاش؟ حيت القذافي مول حمله ساركوزي، ومن شاف ساركوزي تقلب عليه ومشى مع ما يسمى بالربيع العربي، القذافي كان غادي يفتح ساركوزي ويقول كلشي، ويقول الرشاوي والفلوس وشنو شراو من عنده وبرمجيه التجسس بطبيعه الحال على الليبيين. والقذافي كان كيسجل جميع المكالمات ديالو مع القاده العرب معروفه باستعمال برمجيات التجسس الفرنسيه. انهما جوج ديال القاده تباعوا ليهم الانظمه ديال التجسس والبرمجيات، وهما كيصنفوهم على انهم ناس ديكتاتوريين وشموليين. نجيب دابا المغرب. المغرب فرنسا خصات لنا القضيه ديال بيغاسوس، والبرلمان الاوروبي بطبيعه الحال قال كتعطيو الرشاوي انتم غادي تفسدوا البرلمان الاوروبي. جابوا لنا صحفيين قال لك هادو سجنتيهم ظلما وعدوانا، من بعد من هذا الشيء ما كلاش جستيو على التليفون الشخصي ديال ايمانويل ماكرون، التليفون الشخصي ديالو ماشي في المكتب ديالو في ليليزي، الشخصي، واعضاء اخرين ديال الحكومه ووزراء وصحفيين فرنسيين. طلعت القضيه كلها خريطي. دابا فرنسا هي في مصيبه فهاد جوج ديال البرمجيات، وبرمجيات اخرى كتصنعها فرنسا، كاين بزاف السميات بزاف ديال البرمجيات. انما اللي خرج دابا هو بريداتور، حيت واقفه عليه الصحافه الفرنسيه والالمانيه والاوروبيه ميديا بار ودير شبيغل، وعندنا اميسيس. والاخطر من هذا التفاصيل كتقول لك ان الشناق هو ماكرون شخصيا، حيت كان واحد الاجتماع في 2018 مع مدير الامن ديالو هو، رئيس الامن الخاص ديالو هو، وكان معاهم داك بينالا كان حارس الشخصي ديال ماكرون، ومن بعد طرات فضائح وخرج نقاش خدام ولقاو عنده السلاح وما كانش عنده الحق فيه، حيت مازال كانت عنده الحمايه ديال ماكرون. فهاد الاجتماع كان بحضور الكسندر بينالا، وهذا عنده قصة مع ماكرون، كان كيضرب الصحفيين يتعدى عليهم، كان حقار. المهم شنو هي الحكايه والروايه؟ علاش فرنسا ركزت على بيغاسوس مع المغرب؟ بغيتو تعرفوا علاش؟ حيت فرنسا ما بغاتش المنافسه ديال بيغاسوس، وكانت باغا تبيع المغرب اميسيس وبريداتور. ولان المغرب عرف فرنسا شنو كتسوى، كينوع من طبيعة الحال من الشراكات السياسية وكذلك الشراكات الاقتصادية. إلا كان المغرب خدا بيغاسوس، إلا كان، شنو كتقول فرنسا؟ شريتو بيغاسوس لكن ما شريتوش من عندنا أميسيس وبريداتور. واش المغرب ما عندوش الأنظمة ديال جمع المعلومات؟ بطبيعة الحال عنده الأنظمة ديال جمع المعلومات. جميع الدول كتجمع المعلومات وكتحارب جمع المعلومات، بمعنى كدير تجسس وكدير محاربة تجسس، الكونتر اسبيوناج، الكونتر اسبيوناج. داكشي علاش عندنا شي حاجة سميتها لاتجيب ولا دي اس تي، واحد تيدير الكونتر اسبيوناج وواحد تيدير جمع المعلومات، كيدير خدمتو، الدولة محتاجة المعلومات. إذا فرنسا ما عجباش الحال أن المغرب كيتعامل مع عندو شركات ونوع من الشركات، بل عنده شركاء وحلفاء جدد، وهاد الحلفاء الجدد شران عندهم سلاح وأنظمة متطورة وأسلحة حصرية بما فيها أنظمة جمع المعلومات، وبما فيها برمجيات محاربة التجسس، وهي أنظمة متطورة واعرة عن المنظومة الفرنسية.
لكن فرنسا بقى فيها الحال، قالت المغرب ايوا شتي شريتي من عند الشركات وما جيتيش عندنا اخر، حنا ما خديتوش بريداتور، ما خديتوش اميسيز، ما خديتوش كذا، ما خديتيش كذا، بقى فيها الحال. حيت ماكرون هو الشناق، هو اللي كيبيع وشري، ماكرون هو اللي كيبيع وشري نيابه عند هاد الشركات. من طبيعه الحال معروفه القضيه علاش، حيت ماشي فهمهم. لكن ما بغاش المنافسه ديال دول اخرى على السوق المغربيه، راه هذه هي القصه. طبعا كاينه في الخلفيه الصحراء المغربيه، انه استغل موضوع بيغاسوس باش يضغط على المغرب والمغرب يتنازل على انه كيطال فرنسا بخطوه. ياك هذه مساله واضحه. لكن كاين تما البعد التجاري الاقتصادي الصرف، كاين هذا البعد هذا. ان ماكرون بغى المغرب يشري من عند فرنسا باش من طبيعه الحال دعم الشركات الفرنسيه والاقتصاد الفرنسي من طبيعه الحال، حيت هاد الشركات غادا تخلص ضرائب. وما نساوش ان الدوله هي اللي كتفاوض نيابه على شركات السلاح، الدوله الفرنسيه. ملي كيمشي الرئيس الفرنسي كيزور دوله، راه كيدي معاه ديليغاسيون كبيره فيها رجال اعمال ورؤساء شركات، وبين هاد رؤساء الشركات شركات السلاح وبرمجيات التجسس من طبيعه الحال. ولا ملي كيجي رئيس دوله يزور فرنسا، غير تلاقى بالشركات ورجال الاعمال الفرنسيين، ومن ضمنهم من طبيعه الحال شركات صناعه السلاح وبرمجيات الجوسسه. معلوم هادشي معروف. فهو مازال باغي السوق المغربيه، وحيت ما شراوش من عنده هو، شراو من جهات اخرى، بقى فيه الحال. وجاب لنا القصه المضحكه ديال بيغاسوس اللي حتى واحد ما بقى تيثق بها، والخبراء والتقنيين كلهم قالوا راه ما كاينش، ما كايناش شي حاجه سميتها التجسس المغربي على فرنسا وعلى الاوروبيين ولا على التليفون الشخصي ديال ايمانويل ماكرون. طفل ديال 5 سنين تجي تقول له واش تجسس، يقول لك هذه اخر حاجه نديرها، ما كاين لا هذه. والدليل على هذا ان دابا شكون اللي كيخطب ود الاخر، واش المغرب ولا فرنسا؟ شكون اللي كيتصل بالاخر، واش ملك المغرب ولا الرئيس الفرنسي؟ شكون اللي باغي يزور الاخر، شكون اللي حريص على زياره الاخر، واش الطرف المغربي ولا الطرف الفرنسي؟ إذن هنا الواحد يخدم غير ياخذ. حيت اللي رافض الاتصال والزياره ولا يرد على السلام، المفروض هو الطرف المتضرر ماشي العكس. فرنسا الرئيس ديالها كيطلب الزياره، كيتصل باغي يجي، باغي يجي المغرب، وزيره الخارجيه ديالو كتضرب السفير، كنقول لك اودي علاش انا مازال ما حطيت اوراق الاعتماد ديالي عند الملك. اذا شكون هو الطرف الظالم والطرف المظلوم، وشكون هو المتضرر في هذه المعادله هذه؟ السلوك اللي ضر ماشي المتضرر، سلوك الطرف اللي دار الغلط هو اللي كنشوفوه عند السلوك الفرنسي. حيت اللي دار الغلط هو اللي كيبغي يتصل يعتذر، هو اللي كيجي عندك للدار، هو اللي كيقول لك اجي دوز لعندي، هو اللي كيتصل وما كتجاوبش التليفون، هو اللي كيصيفط لك وسطاء، يصيفط لك كورونا، يصيفط لك السفير ديالو. هذا السلوك ديال الطرف اللي غلط، الطرف اللي غلط في حقك. اما الطرف المظلوم اللي تعديت عليه راه هو السلوك اللي كيديرو المغرب. ان فرنسا الله يرحمها بغى حتى واحد ما كيجاوبو ما كيدير فيه. المغرب مشى انطلق ودار شراكات ودار اتفاقيات، وعندو دابا اصدقاء جدد. مازال حد الان في كل فيديو نذكركم باننا كنتسناو في اخر هاد الشهر هذا شنو غيكون قرار مجلس الامن، وشنو غيكون، وكيفاش غادا تصوت فرنسا، وكيفاش غيهضر السفير الفرنسي في الامم المتحده بخصوص ملف الصحراء المغربيه اللي غيتقرر المصير ديالها مره اخرى نهايه هذا الشهر هذا في مجلس الامن. هذا الموضوع عندي مازال ان شاء الله لنا معاه عوده، انما لاحظوا معايا اقبار هذا الموضوع في الاعلام الفرنسي والاوروبي، حتى واحد ما كيسمع على برمجيه بريداتور ابدا،
ما كتسمع غير بيجاسوس بيجاسوس بيجاسوس، وبجوجهم كيبداو بحرف بي. انما فرنسا بغاتنا نعرفوا بي الاولى اللي هي بيجاسوس، وما بغاتناش نعرفوا بي الثانيه اللي هي فضيحه ليها وصدارها وعقر دارها ودايره دابا فضيحه، ومازال هذا العالم كيهضر عليها وكينقب وكيفتش في التفاصيل ديالها اللي هي بي الاخرى ديال فضيحه بريداتور. اخيرا كنشكركم جزيل الشكر على المتابعه، الى الفيديو القادم ان شاء الله. تبارك الله عليكم والسلام عليكم.